حلوة الفرحة لما تبقى لابسة الطرحة زي العروسة، تبص في فستانها تقول الله على فستاني بس ناقصه الطرحة. تعظيم سلام للي شايل جوه منه اسم مصر، تعظيم سلام للي شايل جوه منه حب مصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كلام مسؤول. النهاردة في اليوم العالمي للمرأة، أولا نبدأ بإشارة تهنئة من السيدة قرينة رئيس الجمهورية تهنئ سيدات مصر باليوم العالمي للمرأة. المرأة اللي حضرتك أستاذ عبير معانا النهاردة، مساء الخير على جمهوري الحبيب اللي وحشوني قوي، اللي انا جايه لهم النهارده بقول لهم معلش غبت عليكم شهرين بس كان لظرف طارئ جدا. فبقول لكم مساء الفل، مساء الحب، مساء الجمال على عيونكم وعلى كل مرأة مصرية وعالمية. بس انا بقى ايه بقى يعني انا مش بنحاز للمصريه، بس انا عشان ما مصريه تمام. وبقول لنا تعظيم سلام، كل سنه وانتم طيبين، عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال استوصيكم بالنساء خيرا، فصدق الله العظيم. صدقت يا رسول الله يا خير خلق الله. الرسول اوصاكم بالنساء خير، ف احنا بنقول تحيا 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 كل مرأة، كل سيدة بتعمل وبتشقى وشايفة دنيتها، شايفة دنيتها في الدنيا دي. أجل. المرأة اللي لها دور فعال في بناء المجتمع المصري، المرأة التي ربما تكون قد تحملت المسؤولية منذ التاريخ قديما وحديثا، هذه المرأة يجب بل يعم على كل المصريين في كل أنحاء محافظات مصر الاحتفاء بدور المرأة، المرأة التي ربت والتي علمت والتي جسدتها الدراما المصرية في كثير من الأعمال الفنية، ليكون للمرأة دور هام في بناء المجتمع المصري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الذي تحتفل فيه المرأة لتكون قائدا وزعيما ودراما سيكولوجية خاصة لكل نساء العالم، وكأنها تعلن للعالم كله عن ريادة المرأة. المرأة عبير النهاردة بنقول لها كل سنة وانت طيبة في كل مكان. نقول لها كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وانت موجودة معانا، وانت في ظهر كل راجل تمام. مساواة، ما في مساواة ما بين الرجل والمرأة. والنهاردة معانا أجمل إنسانة وأجمل شخصية وأطيب وأحن أم تمام، جسدت المرأة المصرية والأم المصرية، معانا الفنانة الجميلة عفاف شعيب. عفاف شعيب، هل الاتصال جاهز؟ حتى يستعيد الهاتف معنا اليوم ابن أسوان، هذا الرجل الذي يحبه الجميع بمنطوق فكري عظيم، أهالي وقرى محافظة أسوان ينادون ويطالبون بأن يخوض انتخابات مجلس النواب. معنا في ضيف هذه الحلقة رجل له مكانة عظيمة في المجتمع الأسواني أو بين أهله وأقاربه وأبناء عمومته، هو رجل حديث الساعة كما يلقبونه، وفارس يغامر بمجهوده في العمل الخير. معنا الحاج موسى عزو من أبناء مدينة إدفو قرية المحاميد. أهلا بك أستاذ موسى. يا مرحبا. مرحبا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك منورتنا. عايزين نسمع منك، من هو موسى عزو الذي يتحدث عنه الكثيرون عن مجاله الخيري ومعرفة الشخصية التي ربما يحبها الجميع؟ تفضل يا موسى. موسى عزو اتولد انسان بسيط قريب من كل الناس، حس الناس والناس حست موسى عزو، وموسى عزو
له طموحات، يعني مش عايز اقول، يعني انا مش عايز ابالغ، لدايره ادفو محافظه اسوان، بالاخص محافظه اسوان ودايره ادفو، لان مجتمعاتنا بتعاني الكثير والكثير في كل الخدمات، سواء في الخدمات الصحيه او في التعليم او في مشاكل كثير يعني بنعاني منها في محافظه اسوان. اكيد استاذنا الحاج الجميل، اتفضل، اللي توسمت فيه الاخلاق العاليه، بشرف كبير ليا والله، ربنا يعزها حضرتك يا فندم. فعلا حضرتك وانت بتتكلم فعلا بحبك لبلدك، لاهل بلدك، حسيت ان عينيك فيها دموع. ليه احساسك العالي قوي ده اللي انا او جمهورنا طبعا او مشاهدينا ما قدرتش ان هو تخبيه؟ الكل بيتعشم في موسى عزه خير، صح، ان موسى عزه يوصل صوت الناس البسطاء. يا رب يا رب. وموسى عزه اللي قاعد بينكم النهارده، وده شرف كبير ليا، شرف لي يا فندم، اللي جابني المكان ده، الناس اللي عملت موسى عزه، وانا حاسه ان وعشان انت تحت، وعشان كده انا حاسس بمشاكلهم، حاسس باوجاعهم. من منطوق هذا المنطوق الذي يتحدث به الحاج موسى عزه، تعالوا هنشوف تقرير في محافظه اسوان لهذا الانجاز الرهيب الذي صنعه شباب قريه الشراونه التابعه لمركز ادفو، ومجهودات العميد عبد الرحمن عامر رئيس مجلس مدينه ادفو لتطوير القرى والمدينه بهذا الكم وهذا الفعل الراقي. راجل مسؤوليته كلها بيصحى من 6 صباحا حتى يعمل في الشارع. يا ريت كل مسؤول الدولة يحتاج بهذا الرجل الذي يصنع ويعمل. تعالوا نشوف قرية الشراونة وكيف تزينت وتجملت لتكون مدخل لمحافظة أسوان. تعالوا نشوف في هذا التقرير ثم نعود إلى برنامج كلام مسؤول. ورجعنا تاني في كلام مسؤول. وماذا ترى لتقدم مدينة أو قرية الشراونة لتكون قرية نموذجية من وجهة نظرك كابن من أبناء الحجز البحري أو كابن من أبناء المحاميد الذين يتمنون نهضة لقرى محافظة أسوان؟ والله أنا بقول الشراونة بحري أو الشراونة قبلي البوابة الشمالية لمحافظة أسوان، وأنا شايف أني في مجموعة من الشباب ذات فكر عالي، مجموعة متحمسة على أساس تنهض بمجتمعها وتحسن صورة المجتمعات القروية بتجميل القرية. وانت وداخل دي البوابة الشمالية لأسوان، انت وداخل أول نقطة في أسوان الشراونة بحر. يعني أنا شايف منظر يعني أنا أفتخر به بأمانة، أفتخر به. أكيد يا فندم. في الأول كانت فكرة، قعدنا مع بعض، الفكرة أهم حاجة أنك تنشر الفكرة. لو أنت نشرت الفكرة والناس اللي بتسمعك اقتنعت بالفكرة هتساعدك أنك تعمل حاجة كويسة. أكيد يا فندم. أستاذ عبير، هل لك سؤال أن تضعيه لست نايم؟ أكيد طبعاً. ربنا يعزك. أنا بصراحة الأسئلة أو الحديث مع حضرتك مالوش آخر بصراحة، يعني بتوسم فيك الخير إن شاء الله بإذن الله لأهل بلدك. وحضرتك إيه الخطة اللي حضرتك عاملها للبلد؟ والله أقول لك على حاجة، اتفضل. فكرة تجميل قرية الشراونة بحري وقرية الشراونة قبلي إن شاء الله في القريب العاجل حتتعمم في كل قرى ونجوع إدفو. إن شاء الله. إن شاء الله. يبقى أنا توسمي صح؟ إن شاء الله يا تعالى. وتوسم طبعا أهل القرى إن شاء الله.
والقرية كلها قرية إدفو، وتوسمهم فيك الخير، وإن شاء الله ربنا يقدرك بإذن الله إن أنت تعمل حاجة جميلة وكويسة للقرية وللبلد كلها بإذن الله. لا، ليه مركز إدفو ومحافظة أسوان، يعني مش هنقول إدفو ونقول المحاميدة ونقول الحجز. لا، احنا بنعمم الفكرة على كل قرى ونجوع إدفو إن شاء الله. يا رب ربنا يقويك إن شاء الله. وإحنا من مكاننا ده بنقول للحاج موسى، بنقول له بجد انا عن نفسي انا مستمتعه بالكلام مع حضرتك، وربنا يعزك يا فندم، وربنا ان شاء الله يقدرك على فعل الخير، وان شاء الله كل حاجه تبقى جميله معاك باذنك يا رب. واكيد في اسئله كتير برضه معايا، اكيد اسئله وفي تقارير كتير عايزين نروح نشوفها. اتفضل. هستاذنكم نشوف هذا التقرير من رئيس مدينه ادفو، ماذا يدور خلف جدران مدينه ادفو. التقرير اللي احنا شفناه دلوقتي ده تقرير عن جامعة أسوان، هذه الجامعة العريقة التي يرأسها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وهذا العمل المتميز في إنجازه للجامعة لتكون في جامعة أسوان في صدارة. وأكيد سيادة الحاج موسى عزو يهمه محافظة أسوان لأنه هو ابن من أبناء أسوان، فإيه رأيك في مستوى الجامعة وما يدور في الجامعة كابن من أبناء قرية المحاميد بأسوان؟ أنا بصراحة شايف إن كل يوم في تطور في جامعة أسوان أمانة يعني، وأنا قمت بزيارة لمستشفى أسوان الجامعي، وأنا شايف إن فيها يعني خدمات كويسة، فيها تطوير، فيها نهضة صحية جميلة جدا بأمانة يعني، حاجة ملموسة غير الأول يعني. أكيد. يعني هل المحافظة النهاردة باهتمامها أو اهتمام محافظ سيادة اللواء أشرف عطية، هذا الرجل الدؤوب دؤوب العمل في محافظة أسوان، شايف أسوان بكرة إيه؟ شكلها إيه؟ شكلها بالنسبة لكل العالم بعد اختيارها كعاصمة للشباب الأفريقي وعاصمة للثقافة الأفريقية، ولها دور بارز في الحياة المجتمعية. أسوان البوابة الجنوبية لجمهورية مصر العربية. أسوان من أجمل محافظات الجمهورية. أسوان فيها خيرات لا تعد ولا تحصى، فيها ثروات طبيعية لا تقدر بمال. بس أنا بناشد من هذا المكان أو هذا المنبر بناشد السيد اللواء أشرف عطية بالاهتمام بمركز إدفو والاهتمام بمستشفى إدفو. احنا دلوقتي لحد دلوقتي بقالنا حوالي بتاع 5 سنوات أو 6 سنوات واحنا بنودي اغلب الحالات بنوديها مستشفى حميات إدفو، ودي تبعد إذن مسافة إذن بعيدة. إذن النهارده حاج موسى تطالب
الاهتمام بالصحة لمستشفى إدفو أو المكان الذي يحتاجه الجميع للعلاج. طبعاً بالفعل، لأن في كثافة على مستشفى حميات إدفو، ويجب الاهتمام بمراكز طب الأسرة. أكيد تفعيل دور طب الأسرة. لكن دلوقتي في مشروع التأمين الصحي الشامل. أكيد إن شاء الله حيكون يعني حيخفف الكثافة أو الضغط على مستشفى حميات إدفو إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد يعني الله. يعني أنت تناشد المسؤول عن الصحة في مدينة إدفو. طيب احنا هنستأذن لأن احنا عايزين ندخل مداخلة مع رئيس مجلس مدينة إدفو عشان نشوف المستشفى وصلت لفين ووضعها. انتظرونا بعد الفاصل حتى نعود معكم لنكمل الحوار مع السيد موسى عزو المرشح لخوض انتخابات مجلس النواب. كونوا معنا بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية في برنامج كلام مسؤول. يا ريت الإعداد يكون جاهز لنا السيد العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز مدينة إدفو. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله يا فندم. ماذا يدور خلف مستشفى إدفو وماذا توصلتم اليه يا فندم؟ والله مستشفى إدفو احنا حاليا يعني شغالين ويعني وصلنا للدور الخامس وحاليا في التشطيب. احنا تشطيبات ان شاء الله في خلال شهر نكون جاهزين للتسليم. اكيد يا فندم. السيد موسى عزو عايز يوجه لحضرتك سؤال برضو عن المستشفى لانه هو طرح هذا الموضوع في برنامج كلام مسؤول. تفضل استاذ موسى. مساء الخير يا ريس. اهلا مساء الخير. اهلا بيك السيد الفاضل الاخ العزيز الفاضل. الله يكرمك ست النايب. بامانه يعني عايز اقول في حقك كلام يعني كلام حلو بامانه بجد يعني انت مكتبك مفتوح طوال اليوم. الله يكرمك ده من ذوقك. بس اتمنى سرعه الانتهاء من مستشفى مستشفى إدفو العام. والله انت عارف ميداني احنا شغالين ازاي يا سياده النائب. تمام احنا شغالين وممكن جيت لقيتها كانت واقفه وبرضه بتوجيهات من سياده اللي هو اشرف عطيه على طول بيتصل بيا ويقول لي عايزين انهاء المستشفى المباني والتشطيبات. يعني احنا حاليا شغالين في السور دلوقتي في المستشفى ويمكن امبارح انا كنت في المستشفى. أو أنت تعلم ذلك؟ أكيد يا سيادة النائب. سيادة العميد أنت من الشخصيات الجادة في العمل لأن احنا شفناك في تميز امبارح في قرية الشراونة بتتابع شغله وبتتابع عمل وبتمشي وبتسمع مشاكل بعض الناس ولك باعك في مكانك في منطقتك مركز إدفو. الحمد لله الحمد لله. فتحية لك من قلوبنا لهذا المجهود الرائع الذي تقوم به. استاذ عبير بتسالك عن طموح الشباب. يعني انا برضو عايز اقول لمعاليك احنا التوجيهات من سياده اللي هو المحافظ اشرف عطيه على طول والله بيقول لي عبد الرحمن ميداني انزل ميداني واحنا بننفذ تعليمات مع الوزير والله الحمد لله. سياده العميد مساء الفل. انت النهارده منورنا ببرنامجنا الكلام مسؤول. تمام مساء الفل. مساء الجمال. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب. احنا بنتوسم فيك في مكاننا دوت وبنقول لك يا ريت ويا رب ان شاء الله طبعا وسياده اللواء اشرف عطيه يعني يبقى في انجاز للمستشفى لان انا كان سياده النائب لسه بيقول ان هم بيضطروا ان هم بينزلوا لمستشفى الحميات. فعلا اكيد ده البديل في الوقت يعني. في الوقت الحالي يعني ده رجاء شخصي لسيادتك وبنقول لك يا ريت ان شاء الله باذن الله
نيجي ان شاء الله ونصور مع حضرتك باذن الله في المستشفى باذنك يا رب، وهي صرح عظيم وبيخدم كل اهالي ادفو باذنك يا رب ان شاء طبعًا الله. طبعا و... طبعا وحضرتك هو صرح جميل على فكره. طبعا 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 يعني صرح جميل ان شاء الله في خلال شهر يا رب ندي تمام لمعالي الوزير ومحافظ انه تم الانتهاء من مستشفى ادفو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وميرسي لمداخلتك معانا وشرفتنا. شكرا يا فندم. كل سنه وحضرتك فاضل طيب يا فندم. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. سياده العميد ولك دور ولك باع في مكانك وفي مركز ادفو يشيد به كل افراد المجتمع المصري وكل اهالي قرى مركز مدينه ادفو. شكرا لك معالي العميد. من خلال نظرتك سيد موسى، ما هي الكواليس التي تراها لتنظيم قرى مدينة إدفو؟ يعني شايف إيه اللي النهاردة المجتمع في إدفو كقرى إيه اللي ناقصهم؟ النهاردة الناس عندنا في أسوان بسطاء إيه يعني يحتاجون، يعني احنا شفنا وهنتكلمنا وهنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله من كلام مسؤول عن ما يدور في الشراونة من تقدم وإنجازات و وفعل ومرور للسيد العميد عبد الرحمن. شايف طموح اللي الناس مستنياه او شايف المطلوب لافراد المجتمع القبلي والمجتمع الصعيدي عموما؟ والله انا دائما وابدا بقول اي نهضه في اي مجتمع بتكون من شبابها وناسها واهلها، اي نهضه يعني. تمام. دي حاجه. أكثر مشكلة بنعاني منها قرى ونجوع إدفو مشكلة الصرف الصحي والمياه الجوفية في كل القرى والنجوع. في بلاد كاد أن تنهار من المياه الجوفية. بيوت كاد تنهار من المياه الجوفية. أكبر مشكلة بنعاني منها مشكلة الصرف الصحي. أكيد يا فندم. طيب وحضرتك شايف ممكن من مكاننا ده نناشد مين بالنسبه للصرف الصحي؟ هل تبرعات؟ هل في امور يعني المجتمع بيقوم بها؟ ايوه والله انا هقول لك على حاجه، يجب ان يكون فيه يعني تعاون خدمي بين المواطنين. تعاون خدمي بين المواطنين والدوله. اكيد. يعني الدوله يعني احنا سمعنا يعني الدوله استاذ عبير يمكن بتسالك السؤال ده، يمكن احنا سمعنا في حلقة اللي هتقدم الأسبوع القادم إن شاء الله إن مدينة الشراونة قامت بالجهود الذاتية، النحت والفن والديكور والمدخل ونظافة المدخل وإزاي كمدخل قامت بالجهود الذاتية، حتى أهل الشراونة بيطالبوا بالصرف الصحي. هل هنالك تقصير في الدولة أو في مكان ما لهذا العمل؟ بالذات في قرانا صرف صحي، وهناك احنا الجبال والسيكولوجيه الارضيه كده يعني غير طبيعيه. والله القرى الاكثر احتياج للصرف الصحي. يعني مش هقول لك ان الدوله هتتبنى فكره توصيل كل المرافق والصرف الصحي لكل قرى جمهوريه مصر العربيه، ده طبعا صعب في الوقت الحالي. لكن في قرى الاكثر احتياج لمشروع الصرف الصحي. زي قرى ايه يا فندم؟ يعني زي قرى مثلا الخوي، زي قرى مثلا الشراونة، زي قرى العوينية مثلا فيها مشاكل كثير بالنسبة للمياه الجوفية، زي قرى مثلا زي قرى عزب السليم، قرى كل قرى يعني بالنسبة لمنطقة الحجز كل قرى الحجز تعاني لأن هي جاية على مرتفعات جبلية، عشان كده بتعاني من المياه الجوفية. نستأذنك معنا اتصال تليفوني من الأستاذ إبراهيم من أهالي وقرى مركز ومدينة إدفو. ألو. ألو. أيوة فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا رجل. أردت في اتصالك أن توصل رسالة إلى السيد موسى عزو، أو ماذا أردت أن تقول للسيد موسى عزو؟ بالنسبة لأن الأخ الفاضل موسى عزو بارك الله فيه، الحاج موسى عزو محرك الشباب ومرشدهم إلى الطريق السليم إلى الطريق الصحيح، خادم المنطقة بالليل والنهار،
عضو في لجنه المصالحات وحل المشاكل بالنسبه لمستوى المركز كله، مركز ايتفو. بارك الله في الحاج موسى، هذا الشاب، هذا الراجل العظيم كلنا بنحبه، نساء ورجال واطفال وشباب، ونسمع كلمته لانه صراحه بالليل بالنهار خادم للمنطقه، لا يتاخر عن الخدمات. استاذ ابراهيم استوقفك للحظات، ماذا وجدت في موسى عزو حتى تناشده وتقف خلفه ليخوض انتخابات مجلس النواب القادمة؟ أولا بالنسبة للحاج موسى عزو، مفكر للخير دائما، للمساعدات الفقراء، يساعد الفقراء، يقوم بالصلح بين الناس والمشاكل المختلفة، وانت تعلم جيدا أن الصعيد دايما مشاكله كثيرة. موسى ده بالليل حتى جه بيحل في المشاكل، الساعة 2 بيحل في المشاكل، الساعة 1 الصبح بيحل في المشاكل. في أي في أي وقت، في أي لحظة نجد موسى عز موجود بيننا لحل المشاكل، مشاكل مختلفة وأنتوا عارفين الصعيد ومشاكل الصعيد. نمرة 2، الحاج موسى بيبص تنمية المجتمع، تنمية مجتمعنا. دايما يشوف إيه عندنا، إيه عندنا عجز. لما الدولة وبارك الله في الدولة وفي رئيسنا عبد الفتاح السيسي بارك الله فيه، هو بيقول برضو تعالوا بينا نساعد بالجهود الذاتية. قمنا عن طريق الحاج موسى ببناء مدرسة أزهرية ابتدائي وإعدادي وثانوي بالجهود الذاتية. قمنا ببناء برضه، خلي بالك، وحدات صحية، نساعد في الوحدات الصحية، نساعد في أي شيء بالجهود الذاتية. والسبب الأساسي والذي يرشدنا ويقول للبلد وشباب البلد، تعالوا نتعاون لبناء قريتنا، لبناء القرى المجاورة. يسعى دائما للنداء على مستوى مركز إدفو، قرية البصيرية، قرية الكلح، أي مشاكل في أي مكان تلاقيه وصل من المحامين لقرية الكلح، لقرية البصيرية لحل المشاكل. يساعد دائما المجتمع إدفو عموما لحل مشاكل المجتمع إدفو عموما. هذا الرجل دائم ويرشدنا دائما للنهوض للنهوض بالدولة عن طريق المساعدات. أكيد يا أكيد يا فندم، أكيد يا أستاذ إبراهيم. عن طريق الحاج موسى عزو بانتفاضة نحيي فيها مصر التي نشرب مني لها ونعيش على أرضها ونأكل من خيراتها. ده موسى بيقول كده، ونحن نحن وراه نحيي. أكيد أكيد يا أستاذ إبراهيم، لأن 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 محافظة أسوان هي المحافظة الولادة، وكأننا نقول لمصرنا من أرض الجنوب أرض طيبة، من مدينة الذهب كل الناس لآلئ، لأنها مدينة السد ومدينة الطيبة ومدينة القلب. أستاذ موسى، هذه المحبة التي يغمرك بها أهالي مدينة وقرى مركز إدفو تبرولها في عنوان قصير، تقول لي كل محبينك رسالة من قلبك. أكيد ما جاتش من فراغ، يعني ما جاتش من فراغ. أكيد أكيد فعلا ما جاتش من فراغ، ما جاتش من فراغ. لا يعني الكل بيشكر في حضرتك. عن مجال الصلح، والله أنا عايز يعني عايز أقول إن المحبة دي محبة محسوسة، محبة ملموسة. المحبة دي مش من فراغ، المحبة دي بالتواصل، بالجهد، بالعمل. عشان كده أنا جوايا طموحات، يعني إني إن شاء الله في المرحلة اللي جاية إن الناس دي صوتها يوصل للمسؤولين، لأن بالفعل في شباب أصحاب فكر عالي، بس عايزين التوجيه، إزاي يكون في حد جنبيهم بيساندهم إن هم يعملوا حاجات كويسة في مجتمعاتهم، إزاي ينهضوا في مجتمعاتهم. أكيد يا فندم،
النهوض بالمجتمع القروي من وجهة نظر موسى عزو هيتم عن طريق الحس على بناء مصر جديدة من نهضة شبابية تهتم بها الدولة، أم من أشخاص معينين هم بمسيرتهم يحبون قراهم أو بلادهم؟ والله أنا بقول في ظل ولاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله المستقبل المستقبل كويس، وإن مصر هتتحول إن شاء الله للأفضل. وأنا شايف إن فيه أنا شايف إن فيه بوادر خير إن شاء الله في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. أنا هاخدك يا أستاذ موسى لتقرير. إحنا يعني كان من بداية الأمر أستاذ عبير إنه إحنا المفروض نعرضه رئيس مجلس قرى مركز إدفو. الرجل ده على فكرة ودخل معنا مكالمة، بس هذا الرجل فعلا له نية صادقة في بناء إدفو من جديد، رغم أنف الحاقدين ورغم أنف كل معترض على هذه الشخصية التي تعمل. لماذا نحارب في مجتمعاتنا الذين يعملون؟ يعني دي نظرة بعيدة. الرجل ده احنا شفناه ودلوقتي هنشوفه هو وبينزل القرى. نروح نشوف التقرير ده ثم نعود إلى برنامج كلام مسؤول لنوجه الضوء على ماذا وراء مدينة. يلا بينا. القرية بتاعتهم كل الشباب يشتغل، ودي على فكرة توجهات السيد معالي الوزير محافظ أسوان. عايزين ننهض بالمركز، ننهض بأسوان بالكامل. بس أنا بكلمك أنا رئيس مركز ومدينة إدفو، أنا ليا مركز ومدينة إدفو إن شاء الله هننهض بيه وللأحسن بإذن الله كتير. شايف مدينة إدفو إزاي من وجهة نظر سيادة العميد هو الشخصية؟ تمام. هو هل تعلم سيادتك أن مركز ومدينة إدفو تعادل محافظة الأقصر؟ أكيد. تمام. فالمركز كبير تمام، وإحنا شغالين إن شاء الله، والعملية هتمشي على رتبة كويسة بإذن الله. من خلال المجهود اللي حضرتك عامله شايف الحب الكبير لكل الناس اللي هم بيتمنوا النهارده إنك تنزل لهم، وأنت بتنزل الشارع وبتنزل كل مكان، وسيادة المحافظ أشرف عطية شايف الكلام ده، توجه رسالة لنفسك. والله أنا راجل شغال، أنا على فكرة البدلة ما بلبسهاش غير لما بكون رايح أسوان، لكن أنت شايفني دلوقتي قميص بنطلون جينز كوتش، لأن أنا راجل الشارع برضه، يعني المكتب حاجات بسيطة قاعدة في المكتب. لكل حاقد وحاسد لمدينة وتطور التطور العظيم الذي يحدث في مدينة إدفو تقول لهم إيه؟ والله إحنا هننفذ القانون، مفيش حد فوق القانون. طالما أنا دايما بقول لآخر خمس دقايق بمشي القانون بمشي الصح. طبعا وفي الناس اللي هي بتحدث يمين أو شمال بيه، دي أنا ماليش صالح فيه، أنا هنفذ القانون تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. وأخيرا معالي رسالة توجهها لأهل الشرالمة من خلال وجودك ومرورك الكريم النهارده، وانت جاي تقول لهم انا اهو بشوف التطورات وبشوف الانجازات اللي انتم بتعملوها، ومصر معاكم والبلد معاكم والمحافظ معاكم ورئيس المجلس معاكم، تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول لك انت لو جيت بالليل كان المنظر هو اجمل من بالنهار، لان انا جيت بالليل ووريت بالليل على اساس بعد المركز الكبير. انا جيت بالليل قال المركز قريه الشراونه ناس كويسين واهلها دين، فانا عايز نفسي اللي اتعمل في الشراونه والشباب يعملوا بقى الكوره زي الحجز بحر والحجز جبلي، ال 13 قريه يمثلوا يبقوا زي الشراونه كده. تمام. كأنه يقول أنا ابن مصر اللي ارتويت من نيل بلادي، أنا اللي وقتي بالشدة بجري قبل ما هي تنادي، أنا اللي كل طموح ولو مجروح ما أقدرش أكشر يوم في وشك، أنا أبقى إيه أو حتى مين؟ ده أنا طول حياتي عشتها في ظلك. هذا هو نغم كل المصريين عبير الذين يحبون مصر. فعلا هي مصر محتاجة ناس ولادة، ومصر أصلا ولادة.
لكن محتاجة كل راجل وكل إيد وكل شاب وكل طفل وكل سيدة وكل مرأة، كلنا إيد واحدة عشان ننهض بالبلد دي ونخليها أجمل بلد في الدنيا. ونرجع تاني لسيادة النائب. قالوا لي مصر بالنسبة لك إيه؟ قلت أغلى وأفضل من أبويا وأمي. الله. وبنتي وابني اللي بخاف عليه. الله. الله. ومصر هي أمي. أكيد أكيد، مصر دايما براقة بكل العاملين وكل المجتهدين في مجالهم، لتكون مصر دائما بلد الحضارة وبلد التاريخ وبلد النهوض وبلد الخبرات وبلد التميز كل المسميات. مصر 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 التي في خاطر كل مصري تمتاز بأنها قلب الأمة العربية. من خلال نخرج إلى نطاق أوسع، من خلال العمل الخدمي ومن خلال التوسعات زي ما قلت في مجال الصلح، كيف يمكن للسيد موسى عزو أنه يفعل موضوع الصلح؟ يعني بتتناوله إزاي؟ بتدخل إزاي؟ علاقتك إزاي في مجال الصلح؟ وبالنسبة للقبائل العربية الموجودة في إدفو أو المحاميد أو الشراونة أو المفالسة أو هلال أو كل قرى مدينة إدفو. والله عايز أقول في البداية طبعا في ثوابت عندنا على السيد العارف بالله الشيخ عبد السلام، والسيد تقادم، والسيد فارس الجزيري. دول لجان مصالحة في مركز إدفو. من اللجان دي بتنبثق لجان مصغرة موزعة توزيع جغرافي، يعني منطقة الحجز فيها مجموعة، منطقة الرمادي فيها مجموعة، منطقة البصيلية فيها مجموعة، منطقة الكلع فيها مجموعة، منطقة الرديسية والطناب فيها مجموعة، تتواصل مع اللجان المكبرة وتتفاعل معها. أكيد يا فندم، أكيد يا فندم. الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، ده حاجة كبيرة عند ربنا طبعا. ونعم بالله، ونعم بالله، وسيماهم على وجوههم. الله يخليك. الله يخلي حضرتك. نرجع تاني، في سؤال بيطرح نفسه وهو ما هي طموح سيادة النائب بالنسبة للاستثمار؟ والله أنا عايز أقول إن محافظة أسوان من أغنى محافظات الجمهورية. أكيد. فيها ثروات طبيعية. ما شاء الله. محافظة أسوان فيها ذهب. محافظة أسوان فيها فوسفات. محافظة أسوان فيها طفلة. محافظة أسوان فيها رمال. محافظة أسوان فيها حجار. ما شاء الله. محافظة أسوان فيها أراضي خصبة صالحة للزراعة. من السبعية حتى بنبان في حوالي بتاع 650 ألف فدان صالحين للزراعة. إحنا عايزين عشان نتعرض من الوقت، عايزين رسالة توجهها أنا وعبير، عايزينك توصل رسالة إلى كل محبينك لنختم برنامجنا. بس قبل ما نختم قول الرسالة الأول، لأن إحنا عايزين نقول حاجة لكل المصريين. تفضل أستاذ موسى. رسالة لكل محبين. رسالة لكل محبينك وكل من يعرفون موسى عزو. والله أنا ببعت رسالة لكل شعب مصر. كل شعب مصر، شعب مصر الأبي، شعب مصر الوفي. يجب أن احنا نصبر ونتكاتف ونصطف اصطفاف واحد خلف القيادة الحكيمة وخلف ديش مصر العظيم الوطني. مصر فيها ديش وطني وليس ديش مرتزقة. ديش وطني بمعنى أنه هو وطني، وده لو يدل لمسة الوفاء، لمسة الوفاء في جنازة السيد الرئيس الأسبق حسني مبارك. أحسنت أجزاء فيه ده فندم. وقبل لا أختم أو قبل لا أختم هذا البرنامج الشيق الذي كان مع أختي وزميلتي الأستاذة عبير جلال، الحلقة القادمة ستكون ماذا يدور خلف جدران قرية الشراونة
ما هيكون معنا الأستاذ عبد الباري في الحلقة مباشر، وهيكون في تقرير أعدته الزميلة منى التهامي وقامت بأداء كمراسلة لبرنامج كلام مسؤول. هيبقى الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله موعدنا مع كلام مسؤول. بس ما الذي يدور خلف قرية الشراونة من تطور ونجاح ومدخل لمحافظة أسوان؟ وهيبقى معنا لقاء مع محافظ أسوان على هذه الإنجازات وهذه الأفعال. هذا التقرير قام بإعداده المراسلة منى التهامي التي بذلت مجهودا رائعا ليكون كلام مسؤول فوق العادة. قبل لا أختم عايز أطلب من الأستاذ عبير، لأني يعني يريد يعني ختاما بحاجة لمصر أو حاجة أو أغنية، لأن احنا نعلم أنه الأستاذ عبير برضو صوتها حلو، فعاوزين نختم بيكي لمصر، حبا في مصر وحبا في يوم المرأة العالمي. عايزين نختم تحية للمرأة المصرية في العيد القومي للمرأة، أو كالمرأة التي تساند كل الأجيال. أغني لها أقول لها إيه طيب؟ قولي. اختمي عشان الكنترول، عايز يختم البرنامج. حاجة وطنية هنقول مصر 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 هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصر مصر مصر.